أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الرد على من قال بأن قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية يدل على أن هناك خير من أمهات المؤمنين؟ عسى هذا ما هذا إذا أصرت أمهات المؤمنين على المخالفة التي حصلت منهن، أما وقد تبنى من ذلك ورجعنا إلى الله فلا يساويهن أحد من النساء. هذا لو استمرت على المخالفة التي عوتبت من أجلها، لكن الله عصمهن من الاستمرار على ذلك وتبنى إلى الله. إن تتوبا إلى الله قد صغت قلوبكما، تابتا إلى الله الحمد لله. نعم.